لك يا سعيد، شكلك مبراق طول الليل وعلامات الأرق باينة عليك. طبعاً تناول وجبة ثقيلة قبل النوم تسبب عسر هضم يؤدي إلى الأرق، ولكن الأرق مشكلة لها تأثيرات صحية ونفسية، وحسب منظمة الصحة العالمية 70% من الأمراض سببها اضطرابات النوم. حول العالم 1 من 3 أشخاص يعانوا من الأرق خلال فترة من حياتهم، وفي الإمارات 25% يعانون من اضطرابات في النوم. ها؟ هي تلاقي واحد عنده مشاكل في حياته أو عمله مو قادر يرقد، مما يسبب الأرق في 40% من الحالات. ولكن في بعض الأسباب قد تكون عضوية، مثل التعب، الألم، أمراض السكري، الغدة الدرقية، أو أسباب سلوكية مثل زيادة الوزن، الكسل، الخمول. ولا تقول أنا باخذ قيلولة بعض الظهر، لأن بالفعل نوم ساعة واحدة في الليل يوازي نوم 3 ساعات في النهار. حاول يا سعيد أنك تكون هادئة بالنوم ولا تفكر في المشاكل، وابعد الجوال عن سريرك. ناموا ما بين 7 و8 ساعات ليلياً، وعساكم دوم صحة وسعادة.